في يوم الشهيد الرئيس السيسي يؤكد أن مصر بإخلاص ودماء الشهداء استطاعت الوصول إلى الأمن والسلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعهد بالعمل الخالص والمجرد لبناء الوطن ويؤكد أنه لا تفريط في أي شبر من أرض مصر. تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة وجهود لنقل مساعدات للقطاع عبر البحر. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في 9 مارس من كل عام تتجدد ذكرى يوم الشهيد، ويتجدد معها الاحتفاء بقصص البطولة والفداء وقصص العمل المخلص المجرد والصبر من أجل حماية الوطن وصون مقدراته. وفي حديث الأوطان تنعقد النية وتتجدد العهود على مر التاريخ وعلى لسان الحاضرين للحفاظ على رفعة الوطن واستقراره وأمانه، عهود للحماية والبناء تتوارثها الأجيال المتعاقبة بعزيمة الأجداد وسواعد الأبناء والأباء، ليبقى الأثر ويحيى الوطن شامخا إلى ما شاء الله. البطولة تمنها حياة، حياة بتغيب وحياة بتتولد، لكن البطولة بتعيش ما بتغيب، بتتولد مع كل شهيد، بتبني أرض، بتبني حلم، بتمحي يأس، بتحقق أمل، بتقوي قدرة وطن وعزيمة جيش بيصون كل شبر من أرضها. عاشت روح الشهيد بفخر واعتزاز، عاشت لكل مصر، عاشت في قلوب الناس. 9 مارس يوم الشهيد ويبقى الأثر. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تمكنت من القضاء على الفكر المتطرف. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره الندوة الثقافية للقوة المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة، وأن كل ظرف مر على الدولة خلال 10 سنوات الماضية له تكلفته يجب أن يتحمل تبعاتها الجميع. الحرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا قعدنا تقريبا فيها 10 سنين، اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف، استباح دمنا واستباح مستقبلنا انه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت، فكان متصور انه ممكن يعمل ده، ولكن برضو بإخلاص ودماء أبنائنا سواء اللي استشهدوا أو اللي أصيبوا كان فضل كبير أوي من ربنا علينا ان تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغاية دلوقتي. وأكد الرئيس السيسي أن الظروف التي تحملها المصريون تزداد نتيجة الصراعات المتتالية والظروف المتعاقبة في العالم، مرورا بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب على غزة. وأشار الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أشار إلى أن التحديات والأوضاع في المنطقة لها تأثير على مصر. الأزمة الكبيرة اللي احنا عشناها بقالنا أكتر من 4 سنين دلوقتي، كورونا وبعدين الحرب وبعدين الحرب، كورونا سنتين والحرب الروسية دخل على السنة الثالثة، ثم الشهر الخامس خلص بتاع غزة بكل ما تعنيه، يعني هذا الأمر من تهديد وتحدي كبير جدا
لينا كمصريين وحتى لمنطقتنا كمان. بقول كده لأن الظروف اللي فاتت والضغط اللي تحمله المصريين خلال الأربع سنين واللي زاد يمكن في السنة الأخرانية أكتر والأسعار زادت أكتر. طب هل أنا بقول الكلام دوت عشان يعني أطيب الخواطر أو يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا أكتر ولا يبذلوا جهد أكبر ولا عشان يخلوا من بالهم من بلدهم أكتر ولا إيه؟ أقدر أقول لكم بصراحة كل حاجة. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف، وأوضح الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أنه لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة. 18 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم وقلت أنا هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري. طب ليه؟ لأن كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي إن إحنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الأموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده لما نسيبه كده. كان ممكن أول نتكلم على أرقام ضخمة جدا، تكلمني في 80 و90 ما هو كده بقى، لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي والدكتورة هالة تصلح لي 45-50 بين الرقم بتاع المشروع رأس الحكمة وبين الاتفاق مع الصندوق 8-9، مش كده يا دكتورة؟ وتفضلي استريح، تفضلي. والاتحاد الأوروبي وأيضا أي أمور أخرى، لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إن أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح، لكن غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر. وأكد الرئيس السيسي أن الشهداء سيبقون في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام. وأضاف الرئيس السيسي أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع ولكنه تضحية وأثمان تدفع لصون مصر واستقرارها وأمنها. إن صفحات تاريخ هذا الوطن ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعر النور وألهبت مشاعر الوطنية وحطمت صخور اليأس ومهدت دروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف. إنهم شهداء مصر وبريق ضيائها، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام واحترام الضمير الوطني، ودليلا قاطعا على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق، وإنما تضحيات حقيقية، عرق وجهد ودماء ثمنا لصون مصر وأمنها، ثمنا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها. وأكد الرئيس السيسي أن التاريخ سيحكي يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والضياع والفوضى إلى بر السلامة والاستقرار صعبا، وأن الثمن المدفوع من دماء أبنائنا كان غاليا وعزيزا. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ سيتوقف أمام المعجزة الكبرى التي حققها المصريون خلال السنوات الماضية. سيحكي التاريخ يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبا وقاسيا. كم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليا وعزيزا، وكم كان حجم العمل
والصبر والجلد وإنكار الذات كبيراً فوق التصور. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية. قال الرئيس السيسي إن العالم يشهد مأساة كبرى في فلسطين، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة ويتعرض أهلها لمعاناة غير مسبوقة. أشار الرئيس السيسي إلى أنه كلف بإعداد دراسة لتحديد تكلفة إعادة إعمار غزة التي يقطنها نحو 2.5 مليون مواطن. طلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة اللي فيها 2.3 مليون، تكلفته أكتر من 90 مليار دولار. 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيتها الأساسية وتبقى ممكن الناس تعيش فيها. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت 2 مليون عندك في مصر في سيناء، يعني ما الأرض كبيرة. يعني أنا بقول لكم كلكم والأمور هتتحل، يعني والأمور إيه هتتحل. بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه؟ ويقول لك أصل الحكاية وترتيب، ترتيب مين؟ الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا إن إحنا نحميها زي ما هي كده. آلاف السنين دي حدودها، ومحدش بفضل الله أبدا هيفرط في حاجة. يعني We'll be right back.
وبمناسبة يوم الشهيد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسرى شهداء الوطن، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية 39 للقوات المسلحة. تحيي مصر في 9 من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد اعترافا بجميل وفضل شهدائها الأبرار. في هذا اليوم من عام 1969 استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض بين الجنود على جبهة القتال في حرب الاستنزاف. ضحى بروحه ودمه فنزل منزلة الشهداء فداء لكرامة الوطن الذي نعيش فيه ويعيش فينا. ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد تأتي تقديرا لروح الشهيد الطاهرة وفرصة لمشاركة ذويهم ذكراها العطرة بكل فخر واعتزاز. لتتجلى في ذلك اليوم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي لم تتأثر ولم تتغير، بل تزداد قوة وصلابة مهما تغيرت وتطورت أشكال الحرب. عقيدة تأتي إيمانا من الجندي المصري الراسخ بالحفاظ على أرضه باعتبارها قضية مرتبطة بشرفه. لتحيي مصر في 9 من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد اعترافا بجميل وفضل شهدائها الأبرار. ففي هذا اليوم من عام 1969 استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو. وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية أصيب الفريق رياض أو الجنرال الذهبي كما كان يلقب بإصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران، وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية ليخرج الشعب بجميع طوائفه في وداع نصر مصر مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق. دماء الشهيد عبد المنعم رياض وغيره من شهداء مصر سقط ولا زالت تسقي تراب الوطن لترويه من فيضها، فبنت الرفعة والمجد وحققت الأمن والأمان ليسجل التاريخ بإخلاصهم على صفحاته المقولة الخالدة مصر مقبرة الغزاة، فجسد درع وسيف الوطن في أبهى صوره، لتبقى الشهادة أسمى درجات الفداء من أجل مصر التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية ومصدراً لصوت الحكمة والعقل ونموذجاً فريداً للوسطية والاعتدال تخاطب ضمير الإنسان وتقهر الجهل والتشدد والإرهاب. سلام! سلام!
وينضم إلينا هاتفيا اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين ومصر طيب. دايما طيبة ودايما ذكرى عطرة ذكرى شهداء مصر دايما يا رب إن شاء الله. سيادة اللواء، يوم الشهيد هو يعني يوم تكريم وأيضا يوم عبر ودروس مستفادة. ما أثر التكريم على أسر الشهداء وعلى الأجيال الناشئة، وما أهم الدروس المستفادة؟ بص حضرتك، طبعا الشهداء زي ما بنقول النهاردة احنا مش بنكرم، يعني بعد التكريم المولى سبحانه وتعالى اللي قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، واللي قال عنهم الرسول الكريم إن الشهيد ليرى مقعده من الجنة مع سقوط أول قطرة من دمه، كل دول لا، احنا النهاردة بنكرم زويهم وبنحسسهم إن شهدائهم دمهم لم يضيع عباء، بل هو في رقبة المصريين كلهم، وإنهم إذا كانوا فقدوا شهيد فمصر كلها بدلا لهذا الشهيد من زويهم أب وأم وأخ وأخت. هو ده احنا النهاردة المعنى اكبر من كده بكتير، عندما نحتفل بيوم الشهيد ده اضافة لقدرات الدولة الشاملة وهي القدرة المعنوية، احنا من خلال هؤلاء الشهداء بنرسل رسالة للعالم كله اننا امة شهداء، زي ما بقول دايما هي نفس الرسالة اللي ارسلها خالد بن الوليد منذ 14 قرن من الزمان عندما قاد جيش المسلمين لفتح بلاد فارس، وأرسل له كسرى فارس يقول له ارجع يا خالد فإني ملاقيك بجيش أوله عندك وآخره عندي، فيرد عليه القائد المسلم الواثق القوي يقول له وأنا ألاقيك برجال يحرصون على الموت حرصك على الحياة. هذه هي نفس الرسالة التي نبعث بها اليوم إلى كل من يفكر في تهديد ذرة من ترابنا الوطني أو أمننا القومي، نحن أمة شهداء في المواجهة، ليس لنا إلا النصر أو الشهادة. هذه الرسالة هي أكبر وأعم وأشمل من أي رسالة أخرى، لأن هؤلاء الشهداء زي ما بنقول دايما الشهيد هو الوحيد الذي يحمي وطنه حيا في الدار الدنيا وشهيدا في الدار الآخرة، بهذا المعنى الذي نرسله جميعا أننا أمة شهداء، هذا المعنى الذي أراه دائما أمامي، وهو ده اللي بيخلي رئيس الجمهورية النهاردة وهو واقف بكل ثقة بيتكلم عن المستقبل وكأنه يراه أمامه، لأنه واثق تماما من هذا الشعب اللي هو قاده في يوم من الأيام لما قال له بيعني عن وجه الإرهاب، فخرج الشعب عن بكرة أبيه يديله مبيعة كاملة في مواجهة الإرهاب. هو نفس الشعب اللي وجهه اللي بيعه في مواجهة هذه التحديات اللي تعصف بقات الأمم، لكي نصل اليوم إلى نظرة ينظرها إلينا العالم كله بإعجاب وبإكبار. النهاردة هو دي الروح اللي بتربط القائد بمقوديه أو بمرؤوسيه، هي دي اللي بتربط الشعب ببعضه، هي دي علاقتنا اللي احنا اتخذناها وتعلمناها. ولذلك زي ما بقول اذا كان الرئيس بيقول هنعمل وهو بمنتهى الثقة في من يقودهم وفي هؤلاء الرجال اللي هم معاه ايد بايد وخطوة بخطوة، فعلا لانه شافهم وخبرهم وربطنا الماضي بالحاضر لكي نستشرف مستقبل مضيء، وان شاء الله لن تضيع مصر ابدا وهي أمة شهداء إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. We'll be right back.
بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وفي برقيته نقل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي تهنئة رجال القوات المسلحة للرئيس السيسي بهذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه أروع صور الإيمان وتحمل المشاق والتسلح بالصبر، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ مبادئ السامية لهذا الشهر المبارك، أمناء على المسؤولية وأوفياء للمهام التي يحملون أمانتها لصون تراب هذا الوطن. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بذات المناسبة. أهلا بكم من جديد. في الملف الفلسطيني، أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 30,960 شهيدا و 72,524 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. هذا ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني والوصول إليهم. استشهد عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة جراء قصف عنيف لقوات الاحتلال. وقصفت قوات الاحتلال عددا من المنازل بحي الزيتون بقطاع غزة، ويشهد القطاع قصفا عنيفا جوا وبرا وبحرا لليوم 55 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي على القطاع. أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد شاب في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات. وصرحت قوات الاحتلال بأنه خلال العملية اندلعت أعمال شغب رشق خلالها الفلسطينيون الجنود بحجارة وقنابل حارقة فردوا عليهم بإطلاق الرصاص الحي. وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية. أظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته شبكة CNN الأمريكية أن طريقا يعمل الجيش الإسرائيلي على إنشائه ويقسم قطاع غزة إلى قسمين ووصل إلى ساحل البحر المتوسط. يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن هذا الطريق هو جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة. كان الجيش الإسرائيلي قد لفت إلى استخدامه الطريقة ليكون موطئ قدم لعملياتها في المنطقة للسماح بمرور القوات والمعدات اللوجستية. ما بلش حاجة. اخذوا فلسطين.
ذكرت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي وأتباعه من المستوطنين يتحدون يوميا إرادة السلام الدولية ويضعون العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة. وطالبت الخارجية الفلسطينية بترجمة المواقف الدولية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها. أعلن المتحدث باسم السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة أن 3 أطفال فلسطينيين استشهدوا في مجمع شفاء طبي نتيجة سوء التغذية والجفاف. وأضاف القدرة أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 23 شهيدا في قطاع غزة. ونوه القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، مبينا أن العشرات يفارقون الحياة بالصمت نتيجة المجاعة قبل أن يصلوا للمستشفيات. أعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص. هذا وأضافت المؤسسة أن أول شحنة مرسلة إلى القطاع ستكون عبر ممر بحري تأمل المفوضيات الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري. ورست سفينة أوبن أرمز التي ترفع العلم الإسباني قبل 3 أسابيع في ميناء لارينكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة. وكتبت منظمة أوبن أرمز على منصة أكس أن سفينتهم تستعد للمغادرة محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين. أكد البنتاغون أن الخطة الأمريكية لإنشاء ميناء عائم قبالة قطاع غزة لإيصال المساعدات للمدنيين ستستغرق وقتا قد يصل إلى 60 يوما. يأتي ذلك فيما أعلنت كندا استئناف تمويل وكالة الأونروا بعد أكثر من شهر على تعليق. في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قصفه بلا هوادة على غزة، يأتي بصيص أمل في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد الإعلان عن الممر البحري المرتقب بين قبرص وغزة. في بيان مشترك للجهات المساهمة في الخطة وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن فتح ممر بحري بين قبرص وغزة لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية تشتد الحاجة إليها في القطاع. وعلى الرغم من اعترافهم بأن هذه العملية ستكون معقدة، أكد المساهمون تصميمهم على العمل من أجل ضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية. وأعلن البنتاغون أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاءه قبالة غزة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من 1000 جندي. وفي خطوة تزيد من الأمل لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين الذين باتوا في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، أعلنت كندا استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بعد أكثر من شهر على تعليقه. وبين جهود ضخ المزيد من المساعدات والمواد الإغاثية إلى القطاع والجهود الرامية للتهدئة في غزة مع حلول شهر رمضان، يبقى الفلسطينيون متعلقين بهذا البصيص من الأمل في إنقاذهم، لعل الحياة التي فقدوها على مدار 5 أشهر تعود إليهم من جديد.
تتواصل الجهود المصرية على مستوى أكثر من مسار نحو مساعدة ودعم قطاع غزة، سواء عن طريق عمليات الإنزال الجوي في شمال قطاع غزة أو على مستوى إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية عبر معبر رفح الحدودي. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. تحياتي زملائي في الاستديو، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. الجهود المصرية مستمرة ومكثفة على مدار الساعة لمساعدة أهالي قطاع غزة، سواء كانت هذه الجهود عن طريق معبر رفح البري، علما بأن اليوم هو يوم عطلة عند الجانب الإسرائيلي. مر فقط 3 شاحنات للغاز وشاحنة للسولار، كل هذا يأتي طبعا بالتزامن مع مساعدات تأتي عن طريق ميناء العريش البحري. يمكن غدا ستصل سفينة تركية على متنها ما يزيد على 2000 طن مساعدات إنسانية وغذائية ودوائية وبطاطين وخيام وغيرها ستتجه لقطاع غزة. أيضا بالتزامن مع هذا مطار العريش بيستقبل عدد من الطائرات المحملة بمختلف المساعدات. أيضا يمكن غدا سيبدأ المطبخ الكبير الذي أنشأه الهلال الأحمر المصري في توزيع وجبات الفطار والسحور على ما يقرب من 10,000 من النازحين داخل قطاع غزة، وتحديدا داخل المخيم الإغاثي الأول والمخيم الإغاثي الثاني، ثم ستزداد هذه الوجبات بعد ذلك حتى تصل إلى 20,000 وجبة. أيضا كان منذ قليل اجتماع بين الهلال الأحمر المصري ومنسقي الشؤون الإغاثية والإنسانية داخل قطاع غزة هنا في مدينة العريش، وذلك لبحث كافة السيناريوهات وكيفية التعامل معها إذا ما كان هناك هدنة خلال الأيام القليلة القادمة، أو إذا كان هناك تصعيد على مستوى حركة سير المساعدات الإغاثية والإنسانية. أيضا يمكن مكتب خدمة المواطنين بالإضافة لمكتب السبيل التابع لمحافظة شمال سيناء يقدم خدماته على مدار الساعة للجرحى والمصابين الفلسطينيين. وأيضا يبقى معبر رفح مفتوح اليوم أمام تدفق أيضا الجرحى والمصابين وتوزيعهم على المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية، بالإضافة طبعا لاستقبال مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات المختلفة. إليكم زملائي في الاستوديو. أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع البغدادي الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة، وفي ذات السياق استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة النقورة وجبل اللبونة في منطقة حرجية، كما تعرضت مناطق جيل العلام وعلم الشعب ورمية لقصف مدفعي متقطع. أعلنت قوات الحوثي استهدافها ناقلة البضائع الأمريكية بروبل فورتشن في خليج عدن. أضافت قوات الحوثي أنها استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن ب37 طائرة مسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر. وجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد منيفي، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا إلى جلسة حوارية تعقد غدا بهدف تيسير الحوار الليبي. يأتي ذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كما تأتي استشعارا لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي الهام وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي. أعلنت السلطات الروسية استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم بعد أن أوقفتها بشكل مؤقت في وقت سابق، وذكرت مصادر روسية أن هذه الخطوة تتخذ عادة بسبب توقع حدوث هجمات. يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا تدمير 47 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الجنوبية. The
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا اليوم للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي. شهدت محافظة جنوب سيناء رفع علم مصر في ساحة العلم بمدينة طابة في الذكرى 35 لعودة طابة إلى السيادة الوطنية بعد معركة دبلوماسية وقانونية تاريخية. تضمنت المراسم إلى جانب رفع العلم عزف كرة للأطفال للأغاني الوطنية في احتفالية تستهدف ترسيخ الانتماء والولاء في قلوب الأجيال القادمة، بما يؤكد رفض مصر القاطع لأي تفريط في سيادتها الكاملة على أي قطعة من أرضها. أعلنت وزارة الصحة فتح سوق جديدة للدواء المصري في قارة أمريكا الجنوبية وتصدير الأنسولين المصنع محليا إلى كوبا. وذكرت وزارة الصحة أن مصر تصدر الأنسولين إلى 11 دولة في قارة أفريقيا، وأن منتجات لمجموعة أكاديمية يتم توزيعها في 80 دولة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز له أهمية عميقة لكونه يمثل أول وجود لشركة مصرية عربية أفريقية تزود كوبا بالأدوية، وهي الشركة المتحدة للأدوية. افتتحت محافظة الدقهلية معارض أهلا رمضان التي وصل عددها إلى 21 معرض على مستوى المحافظة. تصل التخفيضات بتلك المعارض إلى 30% على مختلف السلع مثل الأرز والسكر والزيوت والدواجن ويميش رمضان. تتنوع منافذ البيع والمعارض ما بين ثابت ومتحرك خلال الشهر الكريم للتخفيف عن كاهل المواطن المصري بكافة أنحاء الجمهورية. الأسعار هنا الحمد لله في متناول الجميع مخفضة، زي يعني عشان أوضح لحضراتكم تم إقامة المعرض بدون تكلفة على العارضين. العارض هنا متواجد في المعرض بدون أي رسوم أو أي إيجار شهري أو أي مبالغ مالية عموما، نظير إن هو يخفض الأسعار للسادة المواطنين عشان نقدر نتيح السلعة إن هي تكون متوفرة للناس بأسعار مخفضة. في خصم هنا 25% على الأسعار بره. السكر متوفر، الزيت متوفر، جميع المنتجات متوفرة هنا في المعرض، كله بأسعار متخفضة. أنا بنصح الناس كلها إن هي تيجي المعرض، إن هي تتعامل هنا، كل الأسعار موجودة، كل حاجة بأسعار مخفضة 25% عن بره المعرض. عندي 56 معرض في المحافظة، 4 رئيسيين في مدينة المنصورة. إجمالي التخفيضات في المعرض عندي بتبدأ من 15 حتى 35%. على جميع السلع الاستراتيجيه اللي اوصى بها مع دوله رئيس مجلس الوزراء. عندي على سبيل المثال مثلا الزيت ال 700 كان ب 55 و 60 جنيه، اليوم ببيعه ب 40 و 41 جنيه في المعرض. الاسعار هنا ما شاء الله بقت حلوه، وكل يوم هنا فعلا بينزلوا 2 طن سكر على 27 جنيه، والاسعار الزيت نزلوها، وهنا الدقيق عندنا بنجي من القاهره ب 25 جنيه بتخفيضات حوالي توصل ل 25%. نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي فعالية لتوزيع صناديق مواد غذائية على 3000 أسرة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية للتخفيف عن عبء أو لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. بنقدم 3000 كرتونة لأهالينا الأولى بالرعاية داخل محافظة إسماعيلية طبقا للمبادرة الممنوحة من سيادة الرئيس للأسر الأولى بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية. يخلينا الرئيس اللي هو جايب لنا كل حاجة، وربنا يخلينا جمعية رسالة، كل مرة بيدونا وبيرادونا وعمرهم ما قالوا لا لحد خالص. جمعية رسالة ربنا يصلح حالهم، بيساعدونا والله،
وبيدبوا لنا كل الخير، ربنا يكرمهم يا رب. احنا بنشكر جمعيه سهله ان هي دايما خدمانا وجايبه لنا كل حاجه على البيت، والنهارده احنا اخذنا منها كرتونه جميله فيها خيرات ربنا وكل حاجه حلوه. وصلنا مشاهدينا الى نهايه النشره، واليكم ابرز العناوين. في يوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ان مصر باخلاص ودماء الشهداء استطاعت الوصول الى الامن والسلام. الرئيس السيسي يتعهد بالعمل الخالص والمجرد لبناء الوطن ويؤكد انه لا تفريط في اي شبر من ارض مصر. تواصل العدوان الاسرائيلي على مناطق متفرقه من قطاع غزه وجهود لنقل مساعدات للقطاع عبر البحر. مشاهدينا، وصلنا الى ختام هذه الجوله الاخباريه من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعه. دمتم في امان الله، الى اللقاء.